صباح الخير يا متابعين في تحليل الفن الصباح لشركة وينز بروكر. عندكم لكم كريم مجدي اليوم 13 نوفمبر 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. دلوقتي تجيب اسعار الذهب باعتباره طبعا كمان هذا امن للاسواق وانتهاء موجة التفاؤل نتيجة التوصل لعقار فيروس كورونا، او على الاقل النتائج المبشرة من طبعا شركة فايزر اللي بتقول ان اللقاح اللي هم شغالين عليه بيقدر انه يقي من فيروس كورونا بنسبة 90%. طبعا اثر على الاسواق بشكل كبير خلال الايام الماضيه وخلى شهيه المخاطره ترتفع بشكل كبير، وشفنا انخفاض للذهب. ولكن بعد انتهاء موجه التفاؤل ده رجع مره اخرى الذهب دوره الهام كمان لازم امن طبعا في ظل الاسواق متخبطه وحاله طبعا يعني حاله من الاضطراب عامه على مستوى العالم. دي كانت اهم الاخبار، وما كانش امبارح كان عندنا طبعا بياناتها من الولايات المتحده الامريكيه زي مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي لشهر اكتوبر رجع نتيجه اسوا متوقع 0%، وكان متوقع لي 2%، ودي كانت نفس نتيجه الشهر الماضي، وده اثر بشكل كبير طبعا على الاسواق. النهارده ايضا هنكون في انتظار بيان وحيد هام مؤشر اسعار المنتجين لشهر اكتوبر متوقع لي 2%، والشهر الماضي كان 4%. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض نشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء السلبي وكسره للمثلث المحايد وانخفاضه بعديه عشان يوصل مرة اخرى يختبر منطقة 1863، وهي منطقة غاية في الاهمية وغاية في القوة. سرعان ما ارتد منها مرة اخرى عشان بيحاول العودة للاداء الايجابي. اداء ايجابي واضح على كل المؤشرات مع محاولاته للعودة على 23.6%. اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه ما زال بيقترب علشان خاطر يتقاطع الاعلى. اداء ايجابي على الفلات ترند، ولكن طبعا في مزيد او في اشارات سلبيه على السار والاستوكاستيك. اشارات لسه غير مؤكده، ولكن بيدعمها اكيد ثباته على 1874، ولذلك نقول الاتجاه الاكثر توقعا ولو بنسبه بسيطه هو عوده الاتجاه الصاعد بشرط كسر ال 1886 عشان يروح لل 97 وراها ال 1908. مرة تانية كسر 1886 وراها 1897 وراها 1908. السيناريو الآخر المعاكس هيتحقق بكسر 1863 وراها 50 وراها 36. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد متابعة الأمن، وبشكركم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.